خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره كابتن ناصر عباس، اهم الحالات التحكيميه لهذه المباراه. يا كابتن ناصر اتفضل على طول. تحياتي لك كابتن اسلام، وعارف انك انت مستعجل، ولكن والله هم اللي مستعجلين عليا. ولكن خلينا الاول بس في البدايه اديني فرصه دقيقه واحده. دقيقتين. كابتن اسلام، الحكم احيانا يسهل المباراه لنفسه. بالظبط. حكم النهارده محمود البنا سهل المباراه مع كم بالاضافه لايه؟ النادي الاهلي النهارده ونادي طلاء جيش كان في كره قدم بتتلعب. احيانا لما كره القدم بتتلعب دي كمان بتسهل مهمه طاقم التحكيم في المباراه. احيانا الحكم محظوظ جدا جدا لما يبقى طريقه اللعب تبقى سهله، مفيش احتكاكات، الملعب واسع، وبالتالي بقول ان امتياز الحكم وطاقم التحكيم كان سببه سلوك واداء فريق الاهلي وفريق طلائع. تمام، خلينا نروح يا سمير للحاله الاولى على طول يا كابتن سمير، ونشوف. اتفضل يا سمير. عنواننا النهارده كابتن اسلام هو التعاون المثمر ما بين طاقم التحكيم الحكام المساعدين وحكم المباراه. ايوه. الحاله الاولى عندنا الحكم المساعد رقم واحد اللي هو يعتبر الحكم الصاعد الشاب. تمام. نشوف حاجه التسلل هنا ونشوف التركيز اللي الحكم المساعد موجود. هنا تمركز ممتاز مواجه. كابتن لحظة عماد التمرير. ولا احمد عبد الغني؟ لا، اللي هو عماد العقاد هو رقم المساعد الواحد. وهنا نشوف لحظه التمرير كابتن اسلام والتسلل موجود والرايه مفيش طرد. خلينا يا كابتن سمير نروح الحاله اللي بعد كده. احمد عبد الغني، خلي بالك الحكمين دولت كابتن اسلام دولت من الحكام الصاعدين الواعدين، وبالتالي النهارده انا بحييهم على الاداء الممتاز. أيوه. اللي هم ادوا بيه. احمد عبد الغني، ونشوف التسلل لحظه التمرير وموقف التسلل. هنشوف هنا التسلل موجود والقرار الحكم المساعد كان قرار صحيح. تمام. الحاله الثالثه، وهنا بنقول الحكم دايما بيتعامل مع مباراه بمعيار واحد بس، بمعيار واحد يا كابتن اسلام، وما عندوش حسابات. يعني حتى هنا بنشوف هنا في هنا حاجه اسمها الانذار، هل هو للتهور ولا لتعطيل الهجوم الواعد؟ هنا اعتقد هنا البنا مدي الانذار هنا لتعطيل الهجوم الواعد، على اساس ان اللاعب ده كان عنده امكانيه ان هو يروح ويعمل هجوم واحد. نشوف اللعبه سمير كده في العاده، ونشوف هنا لو تفتح اللعبه الاول، تفتح الكادر معايا يا سمير بعد اذنك، ونشوف هل اللاعب ده عنده مساحه كابتن اسلام يطلع ويروح ويعدي من ناحيه الشمال ولا ما عندوش. نفتح الكادر. تمام كده كابتن سمير. تمام. هنا ستوب. هنا كابتن اسلام لو الراجل ده عدى وانت كنت لاعب كوره، لو عدى ولم ترتكب هذه المخالفه هيروح فين؟ هيروح ناحيه الشمال، وابتدي عنده امكانيه ان هو يعمل باص لاي حد، عنده حلول. فاذا هنا الانذار، هنا انذار صحيح. لو حد لمسه ممكن تبقى انذار، لكن انا مش عارف ان انا هي تعطيل الهجوم يعني. بس كابتن اسلام في فرق انذار للتهور وفي فرق ان تعطيل الهجوم الواحد. ماشي. نروح للحاله بعد كده كابتن سمير. هنا شوف على طول كابتن، هنا البنا مش موجود كابتن اسلام، ولكن الحكم المساعد رقم اثنين في تعاون في الكوميونيكيشن سيستم هو ادى المخالفه، وبالتالي هنا زي ما قلت عنوان مباراتنا النهارده هو التعاون المثمر بين الحكام المساعدين. تمام. وحكم اللي بعد كده بنروح دايما مش المخالفات دايما كابتن اسلام، بنروح دايما للحكم. ايوه. ونشوف الحكم هنا التحركات بتاعته عامله ايه، يعني هل هو بيتحرك، هل هو عنده امكانيه التحرك. ونشوف بنتكلم هنا على تحركات الحكم في المباراه، وهنا بيسمح باستمرار اللعب ومشى الحاله. بص كابتن هنا ستوب ستوب ستوب. بص كابتن اسلام، في حكم ممكن يخش في طرق اللعب، بدل ما يرجع بالخلف هنا في تنويع في اسلوب الجري، رجع ممكن يطلع قدام يبقى في مسار اللعب. هو انا بنا عمل ايه؟ عنده فهم وادراك القانون، عنده فهم التحرك والتمركز والحس بالمكان، ابتدى ياخد الجري الخلفي عشان يوسع لنفسه ويبتدي يوسع كمان للاعب النادي الاهلي. بص هنا ده التحرك اللي احنا بنقوله، ويبقى شايف الكوره بالظبط، ده الحس بالمكان ان في حكم ممكن تاني يخش في طريق في اسلوب اللعب وفي طريق اللعب يعمل لك مشكله. تمام. لكن هنا بحيي على البنا على التحرك الجيد في اللعبه ديت. تاني هنا ستوب. هنا في مخالفه. تمام. في مخالفه. شوف قد ايه التعاون البنا يمكن يعني ما شافهاش بشكل كويس المخالفه هنا، العرقله موجوده. ولكن عاوز اقول لك مين اللي ادى المخالفه كابتن اسلام في اللعبه ديت؟ الحكم المساعد. الحكم المساعد. اذا النهارده عنوان مباراتنا النموذج التعاون الجيد ما بين الحكام المساعدين وحكم المباراه، والمخالفه صحيحه من الحكم المساعد رقم واحد. تمام. اللي بعده نيجي بقى في كل اللي جاي دوت. شوف هنا التميز من الحكم.
شوف هنا سمح باستمرار اللعب طبقا للقانون. ايوه كابتن اسلام هنا كان في مخالفه في الحاله الاولى، ولكن مشى اللعب لانه عنده قراءه مستقبليه للعب وهيرجع كمان يدي الانذار. شوف التحكم في التحرك هنا، بص البنا فين، بص البنا فين يا كابتن، يبعد عن الكره بالظبط 5 أو 4 متر. تمام، قرار في شجاعه وفيش تردد. الحقيقه وجود تمركز الحكم في اي مكان قريب من الكره بيخليك انت كواحد قاعد بره مستريح، مستريح، واللاعب يبقى عنده قناعات. بالظبط كده. اللي بعد كده شوف، خلي بالك كمان هنا، شوف ادى تحت فرصه كابتن اسلام. وهيرجع يعمل ايه هو هنا؟ ادى تحت فرصه نشوف هيرجع يعمل ايه. هنا في عقوبه الانذار، ممكن اوقف وادي الانذار، بس هو ما افضل للاعب، انا بشوف ايه هو الافضل للاعب عشان اديله، هل ادي استمرار وادي الفرصه وارجع ادي الانذار؟ هو دوت اللي عمله البنا، لان زي ما قلت لك احيانا الحكم لما بيكون مركز وعنده فهم القانون بينفذ القانون بشكل ممتاز، خاصه في مبدا اتاحه الفرصه. هنا المخالفه موجوده، هنا والعرقله التهور موجود، وبالتالي رجع ادى الانذار. تمام، اتفضل يا كابتن. هنا هو ده الفاول للاعب. وبعدين هنا طبعا في اللاعب طبعا بعد ما خد المخالفه ارتكب سلوك باستخدام الزراعة، وبالتالي هنا لم يتردد ايضا. العقوبات الانضباطيه النهارده كابتن اسلام كانت بمعيار واحد وكان فيها عداله على الفرقتين، عشان كده كله ساكت، يعني كله حتى ساكت. لما بيتكلم بالظبط كده. هنا شوف هنا المخالفه، هنا كهربا ارتكب مخالفه باهمال عادي الدفع او كده، هنا اللاعب هنا ابتدى ياخد ايده، وبالتالي هنا شايف الانذار صحيح من الحكم البنا. اخر حاجه عندنا كابتن اسلام، وهي اللعب بطريقه خطره، وهنا الحكم كمان مساعده اشار بالتكنيك رايه جيد، وهنا البنا ايضا في معياره للانذارات كان معياره واحد. انا بحيي طاقم التحكيم النهارده كابتن اسلام، نمره واحد. النادي الاهلي النهارده ادى اداء جميل جدا، ونادي الطلائع كان سلوك اللاعبين والتزامهم بالقرارات التحكيميه ساعد طاقم التحكيم، ولكن طاقم التحكيم النهارده كان ليه دور كبير جدا في اتخاذ القرارات الصحيحه في التحكيم بمعيار واحد في الاهمال في التهور. النهارده بنا اتحرك بشكل كويس، كان فيه اهتمام وتركيز، ده اللي احنا عاوزينه من الحكام في كل مباراه، لا تامن غدر المباراه. ممكن مباراه زي النهارده 3-0 لعبه واحده تضيع كل مجهودك، كل مجهودك. تمام، فانا بدي النهارده طاقم التحكيم امتياز بالكامل لادائهم النهارده في هذه المباراه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ناصر، شرفت ونورت، وان شاء الله هنعمل حلقه على قوانين الفي ار خلال الفتره القادمه. انا هقول نعمل حلقه ليه يا كابتن اسلام؟ لان الجدل الكتير في الفهم بالزبط. احنا هنقول من قناه النادي الاهلي النهارده بتدي حلقه مجانيه للجميع في ثقافه القانون، في الفيديو ار، في ازاي التعاون في المراحل اللي جايه في بالنسبه للفيديو ار. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر، طبعا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. النهارده النادي الاهلي بيواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري العام المصري، ويصل للنقطه 42 من 14 مباراه. كل الامنيات الطيبه لنادي الاهلي في المباريات القادمه، زي ما حضراتكم عارفين المصري، الزمالك في السوبر، الزمالك في الدوري، ثم مباراه سان داونز في الذهاب، ثم العوده ان شاء الله في 6 أو 7 مارس. كل الأمنيات الطيبة للنادي الأهلي خلال هذا الشهر صعب جدا جدا جدا. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم الأربعاء وحلقة جديدة من ملعب الأهلي.